عندنا خلية النحل بالكفتة، عندي كيلو دقيق، معلقة خميرة، رشة سكر، رشة ملح، نص كوباية لبن، معلقة كبيرة من الزيت، هو طبعا معلقتين مش معلقة، بيكنج باودر، زبادي، الحشو عندي لحمة مفرومة ببصل مبشور بملح وفلفل وبهارات لحمة، وهندينها من فوق بحبة توم بزبدة بهريسة بكزبرة، يعني هي بص الليلة كده معدية خير. هنشوف بس هنعمل أول عجينة إزاي وهنخش مع بعض. الكف يا أستاذ، الكف بتاع العجانة يا ابني، الكف يا أبو كف كده. هنعمل بقى الأول، هنحط على ما اجيب الكف ده بصل اهو مبشور من غير ميه، شويه توابل، ملح وفلفل، ده الستافدنج بتاع او الحشو بتاعي اهو كده. نديها شويه كزبره خضراء، وبعد كده نجيب اللحمه بتاعتي اهي، نصلي على الحبيب طبعا. هناكل وهنتبسط وهنعمل منها داود باشا كمان لو عايزين. خش يا قمر. ما انا اقول لك ابعت لي تليفونك على الواتس طنشني. ماشي. ماشي يا دكروري. هتعمل واجب بقى معايا هناك؟ قال لي اشتغل واحدة واحدة، ما تتعبنيش معاك عشان ما تخليش اجري وراك بالكاميرا. حاضر يا فندم. ده الدقيق بتاعي وده الكف. عندي لبن، بيكنج بودر، خميرة، زيت، ملح، سكر، زبادي. كل حاجة هتسأليني حاططها ليه هقول لك فايدتها ايه. كل حاجة هتقولي لي حاططها ليه هجاوبك عليه. السكر بيخليها تحمر معايا، الزبادي بيفتح اللون معايا، احنا عملناها قبل كده بس احنا بنعملها بطريقة تانية حلوة. بنعمل كده حضرتك زي ما انت شايف كده اهو، واروح لامم كده اهو، شفتني اهو. صلي على الحبيب واللي يقصده عمره ما يخيب اهو. بعمل ايه بقى يا سيدي؟ جيب شوية زبدة نسيحها، هنسيح الزبدة كلها عشان هنعمل لها طشة، بس ناخد دول الأول. حبيبي يا رسول الله، بقول لك عايز اطلع بتاع كوافير. انت شكلك العطيف ولا سياحي. اصحى بقى يا عمي بقى، ماليش دعوة بيك. انا ماليش دعوة بيك.